الخدمة دي بديتها تو عندي قرابة 40 سنة، بديتها وحدي ما علمني حد، وكل بداية معناها بديت صور بسيطة، ثم بحكم الخبرة معناها وليت نرسم في لوحات الفار في طبلوات، وثم وصلت للبورتريه اللي هو أصعب حاجة. وشاركت في عدة معارض سواء على المستوى المحلي والمستوى الجهوي، ثم على مستوى كانت ضرب جمهورية. أنا مورد رزقي الوحيد بتاع، واللي يريد فيها كونها مطلوبة. كورونا دي هي عطلت الناس كل، ما منش كنيش منش كان، وحتى من الاتصالات مع الناس والمعارض من حبسة وقعت شوية، تم إشكالية معناها، لكن ربما بحكم التكنولوجيا معناها ياخ على اتصال بالطبيعة. سويم ثمن 20 دينار 30 دينار أنت وكبر، أنت والخطر لأنه أنت تحسبها بالوقت، هي وقيمة الوقت معناها الوقت، مدة الوقت اللي تخدم الطابلو، يعني مش برشا وقت. بعثولي صور عادية، صور معناها شخصية، وانا يقع تكبير على اللوحه ما نعرفش نخدم عليها، هي الطلب نتاع الكليون. الاشكاليه هنا كونك بالكي ما لازمكش تغلط، الغلطه ممنوعه، فهمت؟ لازمك ثم تركيز كبير، يعني متطلب صبر، وهو بده يعلمك صبر الفن هذا، فهمتني؟ والحمد لله كوني نجحت فيه. والاول صوره كان رسمتها كان عندنا سي محمد حبيب الملي، هذا اول صوره جربتها به، فهمتني؟ وكنت حاطها انا في المحل، اول ما دخلت اليوم شافها عرفت الاسم، شعراء، فهمتني؟ رؤساء دول، فهمتني؟ كل صورت في الماده الاوليه اللوحه بالطبع، يعني اللوحه هذه مش موجوده، فهمتني؟ في الترويج هذا بصراحه الترويج عنده قيمه، تو تعمل صور معناها ولا تعمل تحف للشباب. انا راه كونه يلزم يدخل للميادين هذيا، فهمتي؟ بالفن خاصه الفن معناها، فهمتني؟ والشباب معناها متطوع باش يخدم من هنا، لكن ديما الامكانيات والفن هذا المشكله نتاعو الماتريال نتاعو ماهوش موجود عندنا في تونس. اللي صغير تعلم احسن تخلي فيها الفن نتاع النقش على الخشب، وتبارك الله عليه بدا بشويه 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 بشويه، بدا بدينا بالبورتري، كل مره نعطيه انا بورتري نتاع عائلتي نتاع امي نتاع بابا يعاودهم. فنان كبير ياسر، ونعتبره قامه من قامات تونس، هذا يلزم تعطوه حقه، ويلزم الانسان هذا هو عمره توا 60 سنه ما تلمدوا عليه حتى حد، الفن نتاعو باش يندثر وقت اللي هو قابل باش يقرب ليش.